الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جمعة مباركة لكل الناس اللي بتتابع برنامج الصحة والحياة على قناة أنغام الفضائية. نعتذر عن هذا العطل المفاجئ ونرجع ونتكلم اليوم زي ما ذكرت عن أمراض القلب، وبالتركيز على مرض الزبحة الصدرية. هذا الداء الذي يعني زي ما ذكرت أنه كثير من الأسر السودانية وكثير من الناس يمكن فقدوا أعزاء وأصدقاء وأحباب نتيجة لهذا الداء. أنا اليوم سعيد جدا أنه يكون معي صديق عزيز، وهو يمكن أنا خليه يصرح هو إذا كان هو دفعتنا ولا يسبقنا بأعوام. وحقيقة هذا الضيف يعني من الأطباء المميزين جدا منذ سنين الدراسة الأولى، وأنا سعيت كثيرا جدا أن ألتقيه بعد سنوات عديدة، وهو استشاري في أمراض القلب وقصر الشرايين القلب. وأكثر سعادة أنه يطل على برنامج الصحة والحياة. أكيد هذه الحلقة سوف تكون حلقة ممتعة وشيقة ومفيدة ومليئة بالمعلومات اللي بتهم صحة كل الناس اللي بتتابع هذا البرنامج. يمكن على شرف المؤتمر اللي انعقد بتاع الجمعية السودانية لأمراض القلب وشعار قلبي قلبك، يمكن نحن قصدنا أنه هذه الحلقة كانت تكون أبدل من كده شوية، لكن أن نأتي خير من أن لا نأتي. يسعدني أن يكون معي الدكتور دفع الله بنجا مهدي، استشاري أمراض القلب وقصر الشرايين القلب بمستشفى أحمد قاسم التعليمي. مرحبا بك دكتور دفع الله، وتحية للمشاهدين في هذا الصباح. إن شاء الله. مرحبا بك دكتور محمد، تحية الصحة والحياة للسادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير، وكل جمعة وأنتم بخير وقلوب سليمة. قلبي قلبك شعار جميل أفتكر للجمعية السودانية لأمراض القلب. لما يمتاز به القلب من أهمية في حياة الإنسان ودور محوري وتأثيره على الصحة العامة، فكان شعار الجمعية لهذا العام هو قلبي قلبك، مصاحبا للمؤتمر واحتفالا باليوم العالمي لأمراض القلب. نعم. يمكن كلمة الزبحة الصدرية دي يا دكتور دفع الله بتخوف ناس كتار، يقول لك والله أنا خايف تجيني زبحة، والناس فاهمة أن الزبحة دي مرض قاتل لا يمهل. ويمكن نحن قبل ما نخوض في التفاصيل هذا المرض دايرين وصف تشريحي بسيط كده للقلب وعضلة القلب والدور اللي بتقوم بيه كوظيفة في جسم الإنسان. يعني تمام. القلب هو عبارة عن عضو يقع داخل القفص الصدري، مهمته الأساسية هي ضخ الدم. ضخ الدم، بالتالي الدم يحتوي على الأكسجين والمواد الغذائية الأساسية اللازمة لعمل كل أعضاء الجسم. يعني بمعنى آخر القلب عبارة عن مضخ، دي الوظيفة الأساسية. لديه وظائف أخرى لكن أهمها كمضخة للدم. القلب أساسا كناحية تشريحية هو جزء من الجهاز القلبي الوعائي، بمعنى القلب ومعه شرايين القلب وأوردة، دي داخل القلب وفي شرايين وأوردة خارج القلب اللي هي بتغطي كل الجسم. الشرايين الهدف منها تنقل الدم من القلب إلى أطراف الجسم محملة بالأكسجين والمواد الأساسية الغذائية، والأوردة بتنقل الدم مرة أخرى من أطراف الجسم إلى القلب، بالتالي تحمل الفضلات بتاعة التمثيل الغذائي في الجسم عامة وترجع مرة ثانية عشان تشبع بالأكسجين والمواد الأساسية. القلب نفسه من داخله يتكون أساسا من حجرات، أربع حجرات أساسية، اثنين أذينين، أذين أيمن وأذين أيسر، ومن بطينين، بطين أيمن وبطين أيسر، يتفصل بيناتهم صمامات، ومن شرايين وأوردة رئيسية، شرايين رئيسية زي ما خارج الناس شايفة في الصورة قدامنا هنا، بطينين وأذينين، مش كده؟ بطينين وأذينين، بطين أيمن وأيسر وأذين أيمن وأيسر، دي الأربع حجرات الأساسية. يفصل بيناتهم صمامين، على الجانب الأيمن من القلب يفصل صمام ثلاثي الشرفات، وعلى الجانب الأيسر من القلب صمام ثنائي الشرفات. وفي شرايين رئيسية، الشريان الأورطي والشريان الرئوي، طالعين من القلب الاثنين. الشريان الرئوي بيحمل الدم من القلب للرئتين ليتم تشبعه بالأكسجين وكده. أما الشريان الأورطي أو الشريان الأبهر باللون الأحمر في الصورة، ده بيحمل الدم من القلب إلى أجزاء الجسم المختلفة.
القلب نفسه جوا فيه بيحتوي على زي ما بيحتوي على دي حجرات فيها تفصل بينات صمامات، بيحتوي على أنسجة بتنقل نبضات القلب. بمعنى نبضة القلب تبدأ في الأذين مثل الأيمن وتنتشر في أنحاء القلب، عضلة القلب المختلفة. فبالتالي العضلة تنقبض وبالتالي الدم يندفع إلى أجزاء الجسم المختلفة. دي كفكرة بسيطة تشريحية للقلب، فكرة المضخة يعني. كمضخة تماما، كمضخة يعني يستقبل الدم مش كده ويوزع، يستقبل الدم من أجزاء كمية الجسم. كمية الدم اللي بتمر كم خلال اليوم تقريبا يا كم لتر ولا دي؟ هو في الدقيقة القلب يضخ في الدقيقة 5 لتر في الدقيقة الواحدة، ده منتوج القلب. القلب يضخ 5 لتر من القلب إلى أنحاء الجسم المختلف في الدقيقة الواحدة. ممكن بعدك نحسبها في بعد الساعة، بعد تتحسب في الساعة. فده في يوضح لك يا دكتور دفع الله المجهود الكبير اللي بتقوم به عضلة القلب، يعني مجهود ضخم جدا والناس ما حاسة به مش كده؟ بالضبط. القلب كماكينة كمضخة، ما في ماكينة حتى من صنع الإنسان حتى هذه اللحظة، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم. يضخ القلب وينبض منذ حياة الإنسان، منذ ولادته قبل ولادته دون توقف حتى الممات. لو توقف معناها هذه هي الوفاة. نعم. فما في مضخة أو ماكينة بتشابه القلب البشري يعني. وكثير من الناس طبعا سكتوا في القلب ده، الشعراء وأدباء مش كده، وكثير من الأغاني يعني يمكن. بالضبط، هم بيعتقدوا طبعا القلب مصدر الإلهام والحب والعاطفة. الكلام ده حاصل ولا؟ والله القلب طبعا لأنه بيتأثر، العقل هو مركز، الدماغ هو مركز العواطف والمشاعر، الناس مختلفين غايته. هو في اختلاف كثير، لكن القلب تأثير العواطف عليه بتظهر مباشرة. زيادة ضربات القلب، فدي حاجات الإنسان بيعرفها يعني. دقة ومش كده؟ بالضبط كده، قلبي دقة. يمكن يا دكتور دفع لك المذبحة دي مزعجة حقيقة، يعني أقول لك والله فلان جاته ذبحة، وما بتتخيل أنه يعني كل الناس اللي بتتابع هذه الحلقة بتتخيل أنه الذبحة دي مرض قاتل. أنتوا كاستشاريين في أمراض القلب، ويمكن مع التطور العلمي اللي حصل في التشخيص وفي كيفية المعالجة، ودي حنجاها في تفاصيل هذه الحلقة، انا دايرك يعني تشرح لنا بفهم بسيط كده كل الناس اللي بتتابعنا يعني شنو ذبحه صدريه. تمام. الذبحه الصدريه دي معناتها شنو؟ ذبحه صدريه يعني بالمفهوم البسيط كأن تعبير اخر عن بقاء الصدر او الم الصدر. يعني الصدر يحدث حدث ما فالانسان يحس بألم في الصدر. في صوره لو المخرج عرضها لنا بتاعت زول ضاغط على الشاشة يعني. أيوة. فالذبحة الصدرية هي عرض يعبر عن ضيق أو قلة كمية الدم التي تسري في الشرايين التي تغذي عضلة القلب باختصار. سميت الذبحة الصدرية لأن الإنسان بيحس الألم في الصدر. وحقيقة الألم ناتج داخل من القلب، القلب موجود داخل القفص الصدري، لكن الإنسان بيحس الألم في الصدر طبعا. فالذبحة هي في نفسها هي علامة من عرض من أعراض قصور الشرايين التاجية. يعني الإنسان لما يحس بألم معناه الشرايين حصل فيها ضيق معتبر، ضيق كثير يعني مشوية في الشرايين اللي بتغذي القلب. القلب نفسه زي ما بغذي باقي الجسم طبعا، في شرايين ذاتها بتغذيه هو نفسه عشان يشتغل. إذا حصل فيها ضيق والجسم يحتاج إلى كمية دم أكثر زي مثلا في الرياضة أو طلوع سلالم أو كذا، فالعضلة عشان تشتغل أسرع وتضخ كمية أكبر من الدم لمقابلة هذه الحوجة لازم الشرايين تكون بتاعت العضلة نفسها فاتحة. فإذا كان فيها ضيق الإنسان بيحس بالألم، الألم دي اسمه الذبحة الصدرية، وهي دي كلمة مترجمة من اللاتينية. من اللغة اللاتينية. نعم. تعني ألم الصدر الناتج من ضيق الشرايين. برضو ملاحظ يا دكتور دفع الله، يمكن في الأونة الأخيرة زمان يعني الذبحة والحياة بتيجي للناس الكبار في السن، هسه تزايدت الأعداد وسط الشباب مش كده، وسط الناس في الأعمار اللي ممكن تقول على دون 40 عام، وحتى بتلقى أنه الواحد يستنكر يعني، حتى لدرجة أنه يقول لك يا أخي أنا أسافر برا السودان، الناس دكتور دفع الله دي شخصوني بقلب صاي أنا ما عندي حاجة. ف انا دايرك يعني ده يكون مدخل لعوامل الخطوره،
يعني شنو الحاجة اللي بتخليك أنت أكثر قابلية من غيرك في أنه تصاب بهذا الداء أو هذه الذبحة الصدرية أو أمراض القلب عموما اللي بتأثر على الشرايين التاجية؟ طيب، الشرايين التاجية اللي بتغذي عضلة القلب بتتأثر بعوامل كثيرة. نعم. زمان العوامل ما زالت موجودة، بس الحياة لأنها اتطورت شوية. أمراض القلب اللي هي تعتبر أمراض شرايين القلب تعتبر السبب الثاني للوفاة بعد الحوادث في العالم، بالذات في بالله السبب رقم اثنين طوالي السبب بعد رقم اثنين الحوادث. بعد حوادث الحوادث إذا كانت سيارات أو خلافه. نعم. يعني أمراض الشرايين تقريبا، وده مش متعارف عليه قديما، إنها مرتبطة بالعصر الحديث وبالحضارة وبالنمو وكده. يعني بيعتبروا إنه أمراض الشرايين مصاحبة لتطور الإنسان، عشان كده كان زمان المناطق النائية والمجتمعات النائية ما بتظهر فيها أمراض شرايين. لكن هسه المفهوم ده تقريبا اختلف، بمعنى عوامل الخطورة نفسها بدأت تختلف نوعا ما من الحاجة التقليدية اللي نحن الناس عارفينها نعم. منذ 50 70 سنة سابقة. يعني كان زمان مثلا إنه أمراض الشرايين بتجي للناس أعمارهم رجال أكثر من 55 سنة، النساء أكثر من 65 سنة، لأنهم النساء طبعا عندهم هرمونات طول فترة عمر المرأة، الهرمونات الاستروجين بالذات بيمثل لها حماية من أمراض الشرايين. هسه الآن أمراض الشرايين بقت تجي في أعمار صغيرة جدا، بنشوف في الثلاثينات وحتى في العشرينات ناس في بيجيهم ذبحة صدرية واحتشاف عضلة القلب. نعم، هو طبعا السؤال اللي بيطرح نفسه دكتور دفع الله، هل الوراثة لها دور في المسائل دي؟ طيب العوامل، عشان نشمل السؤال نعم. للفائدة، العوامل أمراض الشرايين، العوامل التي تسبب أمراض الشرايين التاجية هي عوامل، في عوامل يمكن التحكم فيها وفي عوامل لا يمكن التحكم فيها. العوامل التي لا يمكن التحكم فيها هي إنه أمراض الشرايين أكثر حدوثا عند الرجال من النساء، كون نعم. الإنسان رجل معرض بنسبة أعلى من النساء، كون إنه في تاريخ أسري عائلي بظهور أمراض الشرايين في أفراد في الأسرة من الدرجة الأولى في أعمار مبكرة جدا. يعني مثلا يكون واحد والده جاته أمراض في الشرايين في عمر 30 سنة، نعم. فبيبقى هو معرض أيضا لأنه يجيه أمراض شرايين مبكرة جدا، وده عامل وراثي. وغالبا ولاحظت انا الحاجه دي فعلا في بعض الاسر يا دكتور نفع الله، فعلا يعني تلقى عندهم الوفاه المبكره دي ايوه بسبب امراض القلب يعني. نعم. مظبوط، وغالبا الوفاة المبكرة، معظم الوفيات المبكرة بتكون مشاكل في الشرايين التاجية. فواحدة من العوامل التي لا يمكن التحكم فيها كما قلنا الجنس، ان الرجال اكثر اصابة، الوراثة، العمر، كلما تقدم الإنسان في العمر بيبقى عرضة للإصابة بأمراض الشرايين. دي هذه عوامل لا يمكن التحكم فيها، صعب يعني. أما العوامل التي يمكن فيها التحكم، أهمها 5 عوامل، هي مرض السكر، مرض ارتفاع ضغط الدم، التدخين. التدخين ده عليك الله ركز لي عليه وشديد، لان طبعا ظهر يا دفع الله كثير من الناس الشيشه، ويقول لك الشيشه دي خفيفه، تمام، تكلم عنه. فدايره كانت حته التدخين دي بالذات، لان الشباب بس بيجت التدخين ده بيجي مشكله حقيقيه يعني. تمام، يعني زي ما قلنا التدخين والسكر وارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن وزيادة الدهون في الدم. نعم. فهذه العوامل الخمسة الأخيرة دي التي يمكن التحكم فيها هي مرتبطة بالتطور الطبيعي للإنسان وبالحضارة وكده. زمان المجتمعات الريفية أو المجتمعات الريفية يعني نعم. مرض السكر وضغط الدم وزيادة الوزن ما موجودة ما فيها عندهم يعني. صح، ولا هذه الكوليسترول والدهون ما بعرفوا ذاتهم أي بالضبط كده. هسي مع الحضارة وكده الناس بقت ما بتمشي، ما في مشي. الرياضة قلت، الوزن زاد، طبيعة الغذاء اختلفت، الناس بياكلوا وجبات سريعة فازدادت نسبة الدهون عندهم، وزنهم زاد، ظهر عندهم مرض السكر، ظهر ضغط الدم عندهم، التدخين زاد وانتشر بكثافة كبيرة جدا. يعني في الشيشة دي خطيرة برضو مش كده؟ والشيشة والله أخطر، لأنها أخطر من السجائر. الشيشة الجلسة الواحدة يعني بتعادل كمية من السجاير ما
ما أقل من 30 أو 40 سيجارة يعني. والتدخين السلبي برضو يا دكتور رفع الله. نفس الفكرة برضو، كل ما قعدت مع ناس بتتأثر نفس التأثير يعني. ما ولا في واحد تلقى الأبو يعتقد في البيت يدخن وأولاده صغار في البيت. أي تدخين سلبي بتأثر به وبتاخد نفس النصيب لفترة طويلة، برضو بتصاب بنفس المشاكل بتاعت التدخين. والتدخين يعني للأسف الشديد بيترسب على الشرايين التاجية دي، وبسبب فيها تصلب. تصلب معناها تتكون لوحات أو طبقات داخل الشريان نفسه، فبالتالي بيضيق. التدخين واحد من أكثر العوامل، زيه زي الدهون، زيه زي السكري، زيه زي الضغط، بيعمل هذا المفعول يعني. يمكن العوامل اللي ذكرتها دي انت يعني واضح انه زي ما قلت هي تجددت مع العصر وكده. يمكن توافقني الرأي يعني، طبعا نفس النساء بيكونوا كلامك ده كده ريحهم شوية، انه الرجال اكثر عرضة للذبحة من مش كده؟ هو بس فعلا قلت لهم بتمشي البيوت دي ضف الله بتلقى الحبوبات قعدات والجدود انتهوا بدري. هو فعلا في سن الشباب لاحظت يعني. هسه المزرعة دي انت في بيوتنا السودانية الحبوبة تلقاها قاعدة شافت احفاد الاحفاد مش كده؟ اي بالضبط كده، اعمارهم اطول من شهر. والجد ده يكون زمان يعني غادر. انا يمكن داير اطلع فاصل ونرجع نكمل ان شاء معاك. الله. بكل الناس اللي انضمت لمتابعة هذه الحلقة اللي خصصناها عن أمراض القلب ومرض الذبحة الصدرية، ونرحب بكل الناس اللي حابة تتواصل معنا عبر أرقام الهواتف التي سوف تظهر على أسفل الشاشة تباعا، وكذلك رقم واتساب البرنامج. معانا دكتور دفع الله بنقا، مهدي استشاري أمراض القلب وقصر الشرايين القلب. مرحبا بك دكتور دفع الله. مرحبا بك دكتور محمد. ويمكن الأعراض، احنا يمكن تكلمنا عن العوامل الخطورة قبل الفاصل للناس اللي ما كانت حاضرة الحلقة من البداية، فدايما نتكلم عن الأعراض. يعني هل الذبحة دي ممكن تجي بأعراض ولا بس فجأة كده أنت ممكن تفقد حياتك؟ طيب التقسيم العلمي للذبحة الصدرية إن هي عبارة عن ذبحة صدرية مستقرة وغير مستقرة. لما نقول ذبحة صدرية مستقرة معناها إنه في ضيق في شرايين القلب ثابت، هذا الضيق ما يتغير إلا بعد فترة طويلة. يظهر الألم عندما يبذل الإنسان مجهود أكثر من المعتاد، يطلع سلالم أو يجر أو كده، فبالتالي هذا الضيق يظهر مفعوله. دي ما يسمى بالذبحة الصدرية المستقرة. وبالتالي أول ما الإنسان يتوقف عن المجهود اللي بذله، الإنسان الألم بيروح، أو بياخد أدوية موصوفة مثلا زي الحبوب تحت اللسان دي، والإنسان يبقى كويس.
الحاجة الثانية اسمها زبحة صدرية غير مستقرة، معناها الضيق ده هو موجود لكن زايد، والألم هنا بيحصل حتى بدون بذل أي مجهود. ممكن يحصل الألم ده والإنسان موجود قاعد في كرسي، قاعد في كرسي البيت. يحس بالألم، وغد الذبحة الصدرية المستقرة الزول بيكون عارف أصلا، المريض بيكون عارف إنه لو طلع السلالم دورين هيجيه ألم. أما الذبحة الصدرية غير مستقرة العيان ما بيكون عارف إنه ممكن يحصل له شنو، فجأة يجي الألم، يعني حاجة غير متوقعة، ما هو نفس الألم اللي كان بيجيه قبل كده. أو دي الذبحة الصدرية الغير مستقرة. الذبحة الصدرية الغير مستقرة دي هي وتوابعها معناها إنه الضيق الموجود ده بقى كتير إلى درجة أن يؤدي إلى ما يسمى باحتشاء عضلة القلب. احتشاء عضلة القلب أو يسمى اسم آخر اسمه جلطة القلب، ده معناها خلايا العضلة قبل في الذبحة الصدرية المستقرة والغير مستقرة العضلة ما كان فيها تأثير مباشر. أما في الاحتشاء لما تحصل جلطة العضلة في جزء منها ممكن مهدد إنه يموت، ودي توابعها خطيرة جدا اللي هي قد تؤدي للوفاة واحد منها. أما الذبحة الصدرية المستقرة طبعا لا، هي مرض مزمن يمكن التحكم فيه بالعلاج، إذا ما استجاب يتطور. طيب يا دكتور دفع الله، بتلقى ناس رياضيين وناس فيري فيت يعني، ويقول لك يا أخي الواحد جاته ذبحة يعني، فدي تفسيرك لاشو؟ والله زي ما قلنا في عوامل يمكن التحكم فيها، السن له دور، الوراثة، تاريخ المرض، يعني انك رجل. يعني انا سؤالي بشكل اخر، هل الصمامات لا دور في انه مثلا المريض يصاب بذبحه صدريه؟ يعني مثلا اذا مريض عنده صمام مشخص من بدري وهو كان طفل وكبر وبيجي متابع معاكم انتم كاستشاري قلب يعني بعد ما وصل سن البلوغ، هل مساله الصمامات دي بتخليه عرضه للاصابه بالذبحه؟ لا، الصمامات نفسها ما هي سبب من اسباب الاصابه بامراض الشرايين. نعم، يعني صمامات هي ما في علاقة، صمامات مختلفة من الشرايين التاجية. صمامات داخل القلب، أما الشرايين التاجية خارج القلب بتبدأ من القلب وهي ماشية على سطح القلب من الخارج من برا. يعني هم ما عندهم عامل خطورة في أنه يصابوا لأسباب أخرى لا تتعلق بالصمام. إلا بالضبط كده. الدليل إنه مثلا في السودان في انتشار أمراض مرض الحمى الروماتيزمية وصمامات القلب، فعادة ما بكون عنده مشاكل في الشرايين. نستأذنك دكتور دفع الله، معانا اتصال. ألو، السلام عليكم. أم آيات. عليكم السلام ورحمة. أم آيات ولا أم آيات؟ مرحبا أم إياد. مرحبا بك يا أم إياد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نحن بنتكلم عن الذبحة الصدرية. سؤالك لنا شنو يا أم إياد؟ سؤالي يا دكتور، أنا متزوجة وعندي ولد يداب صغير عن ظهر، لكن بعاني. أي معاك ودكتور دفع الله بيسمع فيك. يلا، بعاني من ألم في الرجلين. بعاني من ألم في الرجلين، يعني عمري 27 سنة. معاك دكتور دفع الله، قالت عمرها 27 سنة. بعاني من ألم في الرجلين، ويعني أدلة مجهود، أدلة حركة، يعني أدلة مجهود. أنا ما أخذ في الجدل، لكن أدلة مجهود بحس بأنه تعبان جدا. نعم، عندك لا يسأل. تمام يا أم إياد، الألم في الرجلين ده مصاحب معه ألم في الصدر ولا حاجة؟ يلا، ألم في الصدر يا رسول، يعني بكل صراحة أدل، يعني زعلة، يعني حسيت إني متوترة زعلانة، بحيث إنه بتجيلي طعنة بالجنب اليمين، بالصدر بالجنب اليمين. طيب الألم عادة بالجنب اليمين يا أم إياد عادة ما ألم غلب، ألم الغلب دائما من منتصف على الشمال، لكن نحن ما بنهمل الشمال. يعني أنا دي بس، يعني إنه دائما دي أنا في كرعي، يعني بصورة كده مبالغة، يعني حتى تباحين مرات مرة دائما دماغ سرير أو والله طيب بنحتاج إنه نفحص شرايين، أين نشوفك ونفحص شرايين الرجلين والأوردة. خلاص يا أميات، كويس إنه دكتور دفع الله حيشوفك، أديناك بطاقة مجانية تقابل دكتور دفع الله، بطاقة من البرنامج تقابل دكتور دفع الله يعمل لك تقييم لعضلة القلب إن شاء الله. بتلقي التفاصيل عند الأخوة في الكنترول، تجي استقبال القناة في بري، تستلم البطاقة بتاعتك في أي وقت، ولا عندك دور معين؟ في أي وقت تستلم البطاقة دي. طيب في استقبال القناة ببر. شكرا على اتصالك. يمكن عمرها 27 سنة وقالت بيحصل لها تعب مع المشي ومع المجهود. تمام، يعني كمان دارك تعلق لي شوية على مسألة التعب ده، ما هي تعب بيكون قلبي مش كده دكتور دفع الله؟
والله عشان الناس ما يبقى عندها الفوبيا كمان بتاعت بالضبط كده. ولا رايكم شنو انتم كاستشاري قلب؟ نحن عندنا برضه حاجه نحب نقولها انه قد يصاحب عصور شرايين القلب عصور ومشاكل في الشرايين في انحاء الجسم المختلف. نعم. كمثال الساقين يعني واحد يمشي يحس انه بيتعب، فلما نعمل عليه فحص ونكشف عليه ونعمل له فحوصات وكده يطلع انه عنده برضه ضيق في الشرايين الطرفيه. في الطرفيه نعم. اي دائما الناس اللي بتجيهم مشاكل في شرايين القلب بتجيهم مشاكل في الشرايين الطرفيه. لكن احنا بنقول قد يكون هي ما عندها عوامل خطوره للاصابه بالشرايين، قد يكون الالم في الارجل ده ما هو الم متعلق بالقلب والشرايين. لكن ما بنهمله في اي مريض، لانه في ناس بيجوا لاول مره ما بيشتكوا من شرايين القلب، بيشتكوا من شرايين الرجلين. نكتشف بعد ذاك انهم عندهم مشاكل في شرايين القلب. لا، نكتشف انه في مشاكل في شرايين القلب. هاي يعني تبدا بالعكس، بدل ما نحن نكتشف في القلب نمشي على الرجلين، نكتشف من الرجلين نمشي على القلب. نعم. الدوالي لا دور في المساله دي؟ لا، الدوالي دي اورده. دوالي القدمين دي اورده. دي اورده موضوع جراحي بحت، ما متعلق بالقلب. ما له علاقه بالقلب. لا. ممكن يخليها بس عندها قابليه لجلطات وكذا، مش كده؟ للجلطات وكذا ايه، لكن ضيق الشرايين لا. طيب يا دكتور ضفاء الله، نحن كيف بنقدر يعني الاجراءات اللي انتم بتتبعوها في تشخيص؟ يعني كثير من الناس يقول لك والله يا اخي انا في السودان ما شخصوني. طيب انا دايرك انت تورينا ان السودان ده فيه امكانيات على التشخيص عالي جدا، فيه اطباء على مستوى من الكفاءه، مش كده؟ ويمكن نحن اشتغلنا برا اشتغلنا هنا، يعني حسينا انه طبيب السودان حتى برا السودان هو مميز جدا يعني. تمام. فشنو الطرق العلميه المتبعه في تشخيص المريض الذي يعاني من ضيق الشرايين التاجيه او متهمين انه انتم بذبحه صدريه؟ طيب نحن عشان نشخص المريض بقصور الشرايين التاجيه، اول نتكلم سريع كده عن الاعراض والعلامات. الشكوى الاساسيه لقصور الشرايين التاجيه الاساسيه هي ألم في الصدر، في الصدر منتصف الصدر ويميل قليلا إلى اليسار. يميل إلى اليسار. نعم. يميل إلى اليسار، اللي هو شبه الموضع الطبيعي للقلب. هذا الألم ممكن أن يمتد إلى العنق، إلى الذراعين، يمتد إلى الظهر، يعني ممكن يختلف المكان بتاعه، لكن المكان الأساسي هو منتصف الصدر زي ما كان في أول صورة. في منتصف الصدر يميل الى الشمال قليلا. طيب انا اسف المقاطعه يا دكتور ضفاء الله، معانا اتصال. الو، الاخت عواطف من دنقله، مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمه. مرحبا بك يا عواطف من دنقله. مرحبا. اتفضلي يا عواطف، نحن سؤالك لنا شو حتكلم عن الذبحه الصدريه. والله انا عين عواطف من الولايه الشماليه. مرحبا بك يا عواطف، مرحبا بك. ايوه. نعم، تفضل يا عواطف. سامعك كويس. انا صعب شديد. لا سامعك كويس، هاي سامعك جدا، هاي سامعينك. سامعني؟ سامعك يا عواطف. نعم، سؤالك شنو؟ والله انا طبعا بحس كده بالسبل في صدري. نعم. احيانا كده يعني والله بدي طعنات من الجنبتين في الجهه اليمين وفي الجهه الشمال. يلا القناة كانت من الجناية خدت لي علاج كده كانت خفض، يلا رجعت لي تاني. معاك دكتور ضفاء الله، لو عايز لك اي سؤال دكتور ضفاء الله. انت عمرك كم سنة يا اخت عواطف؟ نعم. عمرك كم سنة؟ عمري 40 سنة. طيب انت عندك سكر او ضغط؟ لا ما عندي. الوزن كثير شوية او حاجة؟ اه الوزن كثير شوية؟ يعني الوجع مرات الوجع بتكون تقيل ومرات هو عشان ما تكون وجع في المساعدات او في طول يعني كده طول بيكون يعني بتحس بتغير انه في طول كده. تمام. من الحجر اللي تحت كده بيكون في شيء زي يا عواطف. اخذ عواطف. عواطف يعني ايه عواطف؟ دكتور ضفاء الله قال لك انت وزنك كثير سمينه ولا ضعيفه انت؟ لا خفيفه شديد. خفيفه ضعيفه لما بهناك. طيب ما في مشكله يا عواطف، بهناك ما عرفنا وين، لكن ضعيفه يا ضفاء الله. نحن برضه بنقول لحد بنحتاج الالم ده بيجي مع المجهود ولا بيجي بدون مجهود؟ والله لا ما في يعني ما في مجهود كده بتخليه يجي كده يعني ما في عندي مجهود كده يعني اقول عليه يعني. نعم. على شغل على العالم بتاع البيت ده. طيب الالم ده في منتصف الصدر بيمشي مكان ثاني؟ والله ما بيمشي لمحل ثاني، بيكون في نفس الحته
في نفس المحل بيعدي من الامسي بين الناجل من الاسد من الاسد تحت شويه الجهه اللي بتكون هنا لا مش جهه كده تقول شويه الخاشه اللي جوا كده طيب يعني يعني أنا في رأيي خلاك عن جات من نقول لك يا دفعة طيب شخصا تشوفها ما في مشكلة انت ما جاي الخرطوم قريب يا عواطف والله تجي الخرطوم تقابل دكتور دفع الله دفع الله دفع دكتور دفع الله بنقى البطاقة دي شايفاه تجي تقابل دكتور دفع الله تلقاه في استقبال القناة ببري تقابل دكتور طبعا الله يعمل لك كل التحاليل اللي انت محتاجه لها شكرا على اتصالك يا عواطف وشكرا لكل اهلنا في دنقله وبطاقتك بتلقاها في استقبال القناه ببري شكرا على التواصل معك افتكر قلت لك ضعيفه يا دفع الله لما بهناك يعني الناس الضعاف دول هم ما زي ما قلنا هو ما افتكر عندهم والاحتماليه قليله ان الاصابه بالشرايين لكن ده ما بينفي خصوصا اذا كان الالم اللي نحن بنوصفه انه الم في منتصف الصدر يميل قليلا الى اليسار الالم ده كل الناس ما بيتفق على توصيفه في ناس بيشوف انه الالم ده عباره عن شيء ضاغط على صدرهم في ناس بيفتكروا انه حاجه بتعصر صدرهم في ناس بيفتكروا انه حاجه بتخترق الصدر زي سكين او حاجه زي دي في ناس بيحسوا انه ده احساس حارق كانه ماده حارقه في ناس بيوصفوه انه عدم ارتياح بس بيقول انه والله انا حاسي بعدم ارتياح في الصدر ما ألم أو كتمة وفي ناس بتجيهم بديل للذبحة الصدرية دي إنه يحس بضيق في النفس يحس بغثيان يحس بألم في فم المعدة يحس بدوخة يعني يحس بأعراض مختلفة تانية غير الألم لكن دي نحن في النهاية برضو بنسميها مكافئة للألم يعني ما بنهملها لو واحد جاء عنده سكر وضغط وكذا جاي بيشتكي من ألم في فم المعدة أو حرقان أو كذا ما بنهمله لانه غالبا قد يكون الموضوع بجديه الم في يكون قصور في الشرايين ودي رساله حتى افتكر يا دكتور ضفاء الله للصغار الاطباء بالضبط والناس اللي تحت التدريب مش كده يعني حبوب قريش حبوب ما بعرف ايه وبتاع اذا شفت ايوه بالضبط يكون عنده يكون قصور صدريه بالضبط يكون عنده قصور في الشرايين وجابي الم في فم المعده او حرقان او يجي بما يسمى بقطيعه فليتا او كلام ده دي كلها آلام تعبر عن آلام الصدر الإنسان يأخذها بجدية والطبيب كذلك ويطلب لها الفحوصات المطلوبة عشان يتأكد إنه شرايين القلب كويس وتطمئن بعد كده بالضبط معانا اتصال ألو السلام عليكم عليكم السلام والرحمة كيف يا الرضية الحمد لله بس إن شاء الله يا رب الله يبارك فيك سؤالك لنا شنو الرضية أيوة نعم سؤالك لنا شنو حد كان على الذبحة الصدرية أنا عندي والدتي والله معاك دكتور دفع الله نعم معاك دكتور دفع الله بسمع فيك نعم تفضلي يلا عندي والدتي عيانه والله فشكي كانت عندها علف في صدري كده فجبناها عياده في بحر هنا قالوا لنا ضيق في الشرايين نعم فمتابعه لها اكثر من 4 سنة بتاخذ علاجات ضيق الشرايين نعم فقعدت قبل يومين كده بشويه وديناها عياده جنبنا قال لي يا اخي العلاجات دي اصل حاجه دي ما عندها ضيق في الشرايين قال لي لو عندها ضيق في الشرايين الاربع سنة دي كان اصل عملت لها عمليه فرح لا طيب ايوه كتر خيرك يا رضيه والله افتكر الرضيه سؤالك ده سؤال جميل مهم. جدا وحتسمع الرد من دكتور ضفاء الله خليكي معانا على الخط بحيث انه لو دكتور ضفاء الله داير ذلك اي ازاله اضافيه سؤال سؤالك مهم جدا الهدف الرئيسي انا هجاوبك عشان تطمني برضو تكوني عارفه الهدف الرئيسي من علاج قصور الشرايين هو العلاج الدوائي ايوه يعني ما نحتاج لقسطره او لجراحه تغيير شرايين او زراعه شرايين او كذا يعني أيوة. ده الهدف الرئيسي في ناس كتار جدا ودي الغالبية العظمى بيستمروا على العلاج الدوائي ده 10-15-20 سنة في ناس بيكملوا باقي حياتهم يعني ما معناها أي مريض عنده قصور في الشرايين معناها هيحتاج قسطرة أو هيحتاج جراحة لا الكلام ده ما سليم ما صح اللي بيحتاجوا القساطر والجراحة هم نسبة بسيطة من كل المرضى يعني الغالبية بتمشي أي الغالبية بتمشي علاج دوائي زي والدتك فما دام هي ماشيه على العلاج 4 سنوات وهي كويسه انا افضل انها تواصل على العلاج وما لكن انا عندي السؤال يا عواطف انت امك دي بدون تحديد اسماء متابعه مع اخصائي بتاع قلب ولا باطنيه
والله هي اصلا لما نزلت بس عليها جبناها بالطول في بحري بالضبط كده في مستشفى بحري، لا وقعت هي لا وقعت هو حول العياده بتاعته. سؤالي فعارفه انا قبل يومين لما هي توديت العياده الجنب انا قال لي يا اخي العلاجات اللي بتاخدها دي اصلا الحاجه دي ما عندها بيت في الشرايين، لا اذا قصدي كانت العلاجات يا الشرايين عواطف، عواطف نعم الرضيع الرضيع. نعم العلاجات دي كتبها لها دكتور قلب ولا دكتور طبيب عمومي؟ الدكتور ما تعلم. طيب طيب ما في مشكلة يا انا رضيع، انا انا بديك يا رضيع بطاقة تقابل دكتور دفع الله، تجيب امك وتقابل دكتور دفع الله كويس؟ إن شاء الله. في وين؟ تقابلي وتجي تشيل البطاقة دي من استقبال الغناء في بري وتقابلي في احمد قاسم ان شاء الله، وتقابلي وفي احمد قاسم ان شاء الله يحل لك مشكلتك ان شاء الله. شكرا يا رضيع على التواصل معاك، شكرا على اتصالك. انا افتكر يا دكتور دفع الله الاخت الرضيع دي نبهتنا لحاجة مهمة، يعني تلقى بعض الناس تجي انت بعلاجاتك تقول لك اخي الدواء ده كله كده خليه انت ما عندك كده. يحضرني قصص كثيرة جدا في مرضى ضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم، يعني يقول لك والله اخذت الحبوب ورجعتها قال لي الضغط كويس وقفت العلاج، فهو الضغط كويس بالعلاج فوقفت أيوة. العلاج معناه حيرجع يرتفع، يعني هو نفس الوضع بس نفسي قصه الرضيع دي، يعني هي ذبحه مستقره مش كده او مرض بالضبط. هي ممكن شرياني تكون مستقر بالضبط، ممكن تكون ذبحه صدريه مستقره وبالعلاج ما شاء الله يعني ما في اي اعراض ما في اي العلاج شكاوى. تجي الاعراض اللي انت تحس كنت بتتكلم عنها. عشان كده بنفضل عاده يعني لو انت شكيت في تشخيص او عندك فيه راي او كده ممكن ترجع المريض الى الطبيب المتابع معه اصلا. انا ده افضل يعني ما تتدخل، لكن انا في رايي يعني عبر هذا البرنامج ورساله والله نقدمها لكل الناس، يمكن الطب ده التخصصات الفرعيه فيه بقت كثيره جدا، وافتكر يعني اي حاجه حقه تمشي للتخصص الدقيق التخصص اللي بتاع يعني بالضبط. القلب للقلب والكلى للكلى ولا رايك شنو يا دكتور؟ بالضبط كده، لانه التخصصات الطب توسع وتطور، نعم، فبقت في حاجات دقيقه في نفس التخصص قد ما يكون الطبيب العام ملم بها. بالضبط كده، فافضل اني احول للجهه الحاجه الثانيه برضو. يعني دي نصيحه للكثيرين وانا منهم، لو وجدت اي مريض بياخذ علاجات مزمنه لتشخيص مزمن، لو انت عندك فيه راي لاي سبب من الاسباب احسن رجعه للطبيب اللي عالجه في الاول. يعني معانا اخر اتصال. السلام عليكم. عليكم. مرحبا بك يا امتسال. تمام الحمد لله، كيف انت؟ تمام والله كويسين الحمد لله. سؤالك لنا شنو يا امتسال؟ نحن نتكلم عن الذبحه الصدريه. تسلم ان شاء الله. الله يبارك فيك. دكتور انا بس عندي طعنه في الجهه اليمين مرات نحس بها قريبه للقلب، جابت الدكتور قبل فتره عملت رسم بتاع القلب وقال لي عندي ضعف في شرايين القلب. نعم. اخذت الادويه و طعمها تاني يعني راحت شوية وبقت كل فترة بتيجي راجعة، يعني ما اختفت نهائيا، ودوني الحبوب بتاعت تحت اللسان اللي ذكرتها قبل شوية. ذكرها دكتور دفع الله. طيب معاك هسه دكتور دفع الله داير يسألك كم سؤال. طيب انت عمرك كم سنة؟ عمري 23 سنة. انت عملت رسم للقلب بس ولا عملت تحاليل فحوصات تانية؟ عملت لا رسم قلب بس، الدكتور قال لي روحي امشي بعد اسبوعين تعالي راجع لو الالم ما راح هنعمل صوره بتاعت موجات صوتيه ظهر لنا اكثر من قبل بوشه. اداني الادويه استعملتها واداني الحبوب بتاعت تحت اللسان، بعد الاسبوعين رجعت الطعنه ما جات راجعه ثاني، ها عديت زي شهر وحاجه ثاني جات راجعه ما رجعت ثاني للدكتور. طيب نحن بنقول انه الالم ده قد ما يكون الم غلب لانه هو بالجانب الايمن، غد والله يكون هو قال لي ضعف في شرايين القلب حتى عملت الرسم بتاع القلب. هو الرسم رسم القلب يوضح مشاكل الشرايين، لكن في عمرك ده صعب جدا ان يكون عندك مشاكل في الشرايين. الرسم قاعد يا 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 امتسال؟ اه رسم القلب محتفظه به؟ اه الرسم محتفظه به وموجود. خلاص رايك شنو دكتور ضفاء الله؟ خليها تجيك. خلاص ممكن تجيب الرسم في احمد قاسم ان شاء الله. خلاص تجيب الرسم حقك وكل التحاليل اللي عملتيها دي وتجي أيوة. تقابل دكتور دفع الله، عندك بطاقه بتلقاها في استقبال القناه في بري، تقابل دكتور دفع الله بتلقي فيها المواعيد مذكوره في احمد قاسم يوم كذا كذا، بتلقى التفاصيل في البطاقه. ايوه شكرا تمام. يا امتسال على اتصالك، ونشكر كل الناس اللي تواصلت معانا عبر الهاتف
ويمكن نحن واضح انه هذه الحلقة يعني وجدت تفاعل كبير جدا، لانه القلب ده يا اخي بخوف يعني الناس. والله يعني الناس الموت ده تخيل، ما اهن اقول لك الموت ما بيتوالف، الموت ما بيتوالف فعلا. فالناس يعني بتقلق يعني، وانا لاحظت انه كل المتصلين من الشباب، من الشباب لاحظت الحياة دي يعني كلهم اعمارهم دون 40 عام بالضبط كده، وكلهم يشكو من آلام الصدر. يعني ممكن التشخيص يكون كذا او كذا، لكن يشتكوا من آلام الصدر مش كده، يشتكوا من زي وهوس يعني. افتكر احنا اهلنا ده زمان الواحد ما بكون عمل رسم قلب في حياته كلها، صح؟ ما لانه كان عوامل الخطوره الاصابه بالشرايين قلب كانت ما موجوده تقريبا، لكن احنا ما بنهمل شكواهم حتى في الشباب، ما بنهمل شكواهم مش كده، عشان على الاقل الجانب النفسي ذاته بالضبط كده مهم، مش كده؟ ايوه اهم حاجه يعني الانسان يحس احساس الاصابه بالم الصدر، احساس يعني غريب ما عادي، بيخلي الانسان قلقان لغايه ما يعرف التشخيص، خصوصا انه الناس يعني بيتخوفوا من الوفيات المفاجئه. صحيح. اللي هي معظمها الغالبيه العظمى فيها هي امراض شرايين القلب. نعم. فدي صحيح. بتخلي الناس قلقانه، عشان كده احنا بنقترح انه اي حد عنده الم في الصدر ما يتجاهله، حتى لو كان عمره، مهما كان عمره او جنسه او كده، او عنده عوامل للاصابه، عنده سكر، عنده ضغط، او بيدخن او كده، جاءه الم في الصدر مفترض يمشي لأي خدمة صحية ويقابل الطبيب يكشف عليه ويطلب له الفحوصات المطلوبة وكده، عشان نتأكد إنه ما في مشاكل في الشرايين. لكن أنا والله دكتور دفع الله بأيد فكرة إنه زول يمشي لاستشاري القلب واختصاص أمراض القلب، يعني تدي الخبز لخبازين يعني، يعني على الأقل حتى وقت تطمئن بتطمئن على أساس علمي، وكمان إذا في حاجة بتتعالج بشكل علمي وشكل يعني أفتكر يمكن التعايش معه لفترات طويلة جدا. والله هو فعلا لكن قد ما يتاح لكل المرضى انهم يقدروا يقابلوا استشاري قلب في نفس الزمن، او لامكانيات او لبعد المسافة او كده، فافضل انه حتى لو جاءوا الم ما ينتظر يقول والله انا حقابل الاستشاري فلان مثلا او الاخصائي، يمشي لاخصائي الباطنية، يمشي لاقرب طبيب ويحكي له، لو الشكوى دي ما تحسنت او كده ممكن يمشي قدام لخدمة ثانية او كده، لانه في ناس ساكنين في الاطراف. صحيح. الخدمة بعيدة عليهم شوية. غد ما الناس ما تتمكن دنيا ليل انه يلقى كل الحاجات سهله قدامه، يفحص طوارئ بس طوارئ اي، فلازم اي مريض بالم الصدر ايا كان موضوعه، في اليمين او في الشمال في الوسط، الالم ده مصاحب بعرق او بغثيان او ب عدم ارتياح او ايا كان نوعه، لازم المريض يتجه الى الطوارئ فورا بدون تاخير. نعم. لانه كل دقيقه عندها معنى. نعم. قد تكون ده احتشال العضلة. صحيح. وده العضلة يتم طبعا إزعافها بسرعة جدا، بسرعة شديد، ويحافظ على العضلة. يمكن ده محور كلامنا قبل ما نستقبل الاتصالات دي، انه التشخيص يعني رسم القلب ده واضح انه هو طيب حاجة أساسية مش كده؟ الرسم حاجة أساسية، قلنا بعد الكشف على المريض وسؤاله ناخد منه تاريخ مرضي كويس، انه الألم ده بدأ متين، لما بدأ انت كنت بتعمل شنو، الألم أخذ معاك كم من الزمن، لانه طبعا مثلا الذبحه الصدريه الالم بتاعها عاده اقل من 5 دقائق، اخر 15 دقيقه مثلا، اذا طول معناها هذه ذبحه صدريه غير مستقره او في احتشال العضله حاصل. فتاريخ المرض السؤال مهم جدا، ليه؟ عشان نميز هل دي مشكله شرايين، في امراض ثانيه في الصدر وفي القلب بتجي بالم، عشان نميز هل الحاجه دي من القلب او خارج القلب، مثلا جلطه في الرئه، مثلا استرواح صدر انه الصدر يمتلى بالهواء او كده، دي تشخيصات لازم نحن نميزها. نعم. بعد أخذ التاريخ المرضي من المريض والكشف عليه سريريا، نشوف العلامات الحيوية المؤشرات بتاعته، اللي هي النبض هل منتظم، النبض في المدى الطبيعي بتاعه، ضغط الدم كويس، هل في المريض يشكو من ضيق نفس شديد جدا أو حاجة زي دي. بعد تمام الكشف على المريض بنطلب الفحوصات، أهم حاجة عندنا وأول حاجة هي رسم القلب او تخطيط القلب الكهربائي. رسم القلب ده ممكن يبين قصور في الشرايين وممكن ما يبين قصور في الشرايين. الرسم سليم ما معناها، دي رساله، ما معناها انه ما في مشاكل في الشرايين. دي رساله والله دكتور دفع الله مهمه جدا، انا يا ريت تاكد على الناس اللي بتشاهد هذا البرنامج انه ما معناته رسمك سليم قلبك سليم. بالضبط، ما معناه رسم القلب سليم معناه سليم، ودي رساله، لانه في مرضى كتار بيمشي عيادات او طوارئ في مستشفيات مختلفه يقول والله الرسم كويس، انا ما بقول لا، لكن هو ما معناها كذا، بنحتاج حاجات ثانيه بعد ما نتاكد نقول والله خلاص المريض ما عنده حاجه، لانه في فحوصات ثانيه، في ناس مرضى
ممكن نعمل لهم غير رسم القلب، ممكن نعمل لهم موجات صوتية على القلب وبرضه تطلع طبيعية، هل ده يعني ما عندهم شرايين؟ لا، عندهم مشاكل في الشرايين. نعم. لكن كجزء من الفحوصات نحن بنعمل رسم القلب، وده متوفر، رسم القلب ده متوفر في معظم أو في كل المستشفيات تقريبا. دي حاجة سهلة وممكن تتعامل في خلال 10 دقائق ربع ساعة من المريض جه. بعد ذلك في فحوصات معملية نعملها، نشوف إنزيمات القلب. إنزيمات القلب دي بروتينات بتطلع من القلب نتيجة للذبحة الصدرية أو كذا، نشوف هل هي موجودة طلعت في الدم ولا لا. بعد ما نعمل الفحوصات الأولية دي نقول والله يا أخي لو في طريقة سهل نعمل له موجات صوتية متاح، نعمل موجات صوتية للقلب نشوف كفاءة القلب نفسه، العضلة بتاعة القلب، هل في حتة في العضلة ما بتتحرك كويس؟ يعني بمعنى شرايين متأثرة أو لا؟ لقينا والله الحياة دي كويسة ونحن لسه بنشك إنه العيان ده عنده ذبحة صدرية أو كده، ممكن نطلب له اختبار بتاع اسمه رسم قلب بالمجهود. مجهود ده رياضي بيجر على سير، مشاية بيجر على سير. ده حاجة فسيولوجية طبيعية بتحاكي الألم. لو المريض عنده ضيق في الشرايين معتبر هيجيه ألم. وهيظهر على رسم القلب تغييرات توحين الشرايين فيها مشكلة. لو اجتاز المجهود ده الفحص ده بدون تغييرات بدون أي حاجة، نحن بنقدر نصنف إنه ما عنده مشاكل في الشرايين تقريبا، يعني 99 ما عنده مشاكل في الشرايين. طيب في ناس يقول لك يا أخي أنا داير أعمل قسطرة ما عنده حاجة، يقول لك داير أعمل قسطرة اطنين، هل القسطره دي بتطمن الزول؟ جاك زول في العياده قال لك يا دكتور ادفع له عمل لي قسطره، انا ما شاكي في اي حاجه لكن خايف من انه تكون في حاجه ما ظهرت. تمام. احنا في الاول زي ما قلت اذا اشتبهنا انه المريض لديه قصور في الشرايين، ذبحه صدريه مستقره او كده او غير مستقره، بنتجه للفحوصات البسيطه هي رسم القلب والحاجات. لو شكينا او طلع انه في رسم القلب المجهود انه العيان عنده مشاكل في الشرايين، بنتجه الى قسطره القلب. القسطره نوعين، هي قسطرة تشخيصية أو استكشافية، وفي حاجة اسمها قسطرة علاجية. دي للناس اللي عندهم مشاكل حقيقية في الشرايين. لكن القسطرة لا توصف للمريض حسب الرغبة. ما يعني جاء قال لك أنا داير يا دكتور دفع الله قسطرة. لا توصف للمريض حسب رغبته. ده فحص بيعمله الطبيب. بيعمله الطبيب بعد ما يخلص من الفحوصات الأولية. لأن القسطرة في النهاية عبارة عن عملية. ما حاجة سهلة، ما فحص بسيط عشان اي زول ممكن يعمله. وبرضه لها مضاعفات، يعني نحن ما بنحب نخوف الناس. القسطرة الان اكثر امانا، لكن في النهايه زيها زي اي عمليه تداخليه طبيه عندها مضاعفات، فعشان كده ما من السهوله توصف للمريض الا اذا كانت هنالك حوجه وداعي لها. والله دكتور دفع الله انا ما اتخيل ليه بقى اتفضل كثير من زمن البرنامج، فداير اول حاجه اخذ وعد منك انه نكمل والله الاسبوع الجاي. انا حاسب انه الموضوع ده متشعب، يعني يمكن في تفاصيل كثيره جدا احنا ما تكلمنا عنها، ما جبنا لها. صح مظبوط. اسئله كثيره، انا حتى حاسب انه في كميه، الاخ المخرج اشار لي فانه كميه من الاتصالات على الخط يعني. لكن طبعا زمان البرنامج حقيقه ما بيسعنا انه نستقبل. انا افتكر الحلقه الجايه لو اخذنا وعد منك على الهواء، الوعد على الهواء ده طبعا صعب على الهواء، صعب جدا، ما في مشكله ان شاء الله. الوعد على الهواء صعب جدا، لكن إن شاء الله. على الاقل ندي فرصه بتاعت اتصالات اكثر. بعدين في بعض الاسئله يعني بترد، يعني هسه يمكن من قبل بطلع على رسائل بتاعت الواتساب وكده، يعني ناس يقول لك هو عضله القلب ده شنو، الاحتشال القلب ده شنو، في ناس يقول لك العضله دي، يعني اسئله كثيره جدا. نحن ما تكلمنا عن الاحتشاء، ما تكلمنا عن الاحتشاء مش كده. وانا دارك برضو تعرج لي على المزله بتاعت الصمامات ونصايح للناس اللي يا دكتور دفع الله اللي عندهم صمامات القلب دي، برضو يعني هم بيسالوا، وانا الحلقه طبعا عن امراض القلب الراوي نحن خصصنا تحديدا على الذبحه الصدريه. في واحد قال لي في فحص في الاردن بيتعمل، يعني قال لي بدون تداخل، انا مشيت عملته، بيوري اذا في قفله ولا ما في قفله. قال لي فحص اشعه. تمام مظبوط. في كلام زي ده؟ في حاجات كثيره تكلمنا عنه. واحد اشهر منها افتكر الزول ده يعني اشار لنقطه كويسه مش كده؟ مهمه جدا. دي واحده منها اسمه المسح الذري. المسح الذري ده اشعه مواد مشعه يتم حقنها في الدم وتتصور بجهاز الاشعه. الحته من العضله اللي بتاخد دم كويس ما عندها مشاكل بتاخد المادة المشعة دي وبتظهر في الصورة. أما إذا الحتة دي من العضلة فيها مشكلة
او ما حيه او كده ما هتاخد ماده مشعه، فبالتالي الشرايين اللي بتغذيها فيها مشكله. لكن التحليل ده الفحص ده ما بيدعمله كل العيان للمرضى، عشان برضو الناس ما تفتكر انه ده هو حل. لا، ده بيدعمل للناس اللي احنا ناويين نعمل لهم قسطره علاجيه وعاوزين نعرف هل العضله دي حيه او ما حيه، تستاهل ان يتعمل عليها دعامات او يتعمل عليها جراحه ولا لا. يعني ده تحليل بيدعمل لمجموعه محدده من المرضى بعد استيفاء الفحوصات السابقه بما فيها القسطره. برضو في واحد هنا دكتور ضفاله بيسال، يعني قال الدعامات دي انا كنت قال في المملكه العربيه السعوديه، وفي دعامات تسمى الدعامات دوائيه، فيا ريت دكتور ضفاله لو وضح لنا دوائيه دي شنو. باختصار الدعامات دي هي شبكه بتتخطى على الشريان الضيق ده، توسعه كان ضيق بتدخل جوا في الشريان بالقسطره وتتنفخ ببالونات مخصوصه. عندنا هنا دكتور ضفاله موجوده، هي كل الدعامات الحاليه اللي بتتعمل يمكن بالقسطره. يمكن تصوروا المشاهدين لو بيشوفوا انه دي النموذج بتاع بالضبط كده. نعم، الدعامات الموجوده الان هي نوعين، في دعامات غير دوائيه او غير مطليه، وفي دعامات اسمها الدعامات المطليه او الدوائيه او الدعامات الزكيه او كده. حاليا في السودان هنا كل الدعامات الشغاله كلها في كل المراكز هي دعامات دوائيه. دوائيه معناها شنو؟ هي الدعامه دي عباره عن شبكه مطليه من الخارج ومن داخلها بدواء. الدواء ده الهدف منه اول ما الدعامه تقعد داخل الشريان، الشريان وضع طبيعي الخلايا بتنمو عليها، بتنمو معناها تتقفل. فالدواء ده مهمته انه يوقف النمو بتاع الخلايا بتاعت الشريان حوالين الدعامه دي عشان الدعامه تبقى فاتحه. دي اسمها الدعامات الدوائيه. في ناس بيسموها الدعامات الذكيه او الدعامات المطليه او يمكن احنا هنجي نفصل فيها. هي دي اسئله جات هنا وردت علينا في واتساب البرنامج، لكن واضح انه الحلقه الجايه انا داير نركز على يعني القسطره وطريقه عملها، يعني عشان المشاهدات يفهم قسطره دي شنو. دكتور ضفاء الله، دي حاجه مهمه لانها بقت شائعه طبعا، بقت شائعه مش كده، ونعرف انه مضاعفاتها شنو، فوائده شنو، وكمان يعني نعرف هل المريض بيحتاج لتنويم، هل بيحتاج لمتابعة دائمة. يعني دي كلها أسئلة بتدور في أذهان الناس، ونخلي دكتور ضفاء الله الأسبوع الجاي إن شاء الله يكلمنا عنها بتفصيل، ونتكلم برضو بتفصيل عن يمكن نحن التشخيص ذاته حتى ما قدرنا ما نخلص المحاور بتاعة التشخيص بالضبط كده. فدايرك كده في آخر دقيقة كده تدينا يعني زي ما بيقولوا نصائح وارشادات فيما تناولناه في هذه الحلقة. نصائح وارشادات مهمة جدا للسادة المشاهدين ولزملاء الأطباء. التحكم في عوامل الإصابة بأمراض الشرايين سهل، التحكم في الضغط والسكر وزيادة الدهون وزيادة الوزن، التدخين، دي عوامل ممكن الإنسان يتحكم فيها بالتالي تقل الإصابة بالشرايين إلى درجة بعيدة ما صعب. الرسالة الثانية عند الإصابة بألام في الصدر أي كان موضع أي كان مكان، يجب أن لا يتم تجاهل هذا الألم بل التوجه إلى الطوارئ مباشرة. الحاجة الثالثة، ما نفتكر أن الفحوصات إذا طلعت طبيعية معناها ما في حاجة، لازم نحن نكون واثقين بعد إجراء الفحوصات المطلوبة نهائيا أنه والله ما في حاجة. والحاجة الرابعة والأخيرة، أنه ما معناها المريض لو عمل اي تداخل دعامات او عمل اي جراحه للشرايين معناها انه والله ما بقى كويس ويسيب العوامل بتاعت الخطوره اللي قلناها. لا، لازم يظل يعالج السكر والضغط والحاجات دي حتى بعد عمل قسطره او اي حاجه للشرايين. واحد قال لي يا اخي لازم تردوا لي على سؤالي ده، لكن حرد لك الحلقه الجايه ان شاء الله. جراحه القلب المفتوح يعني من الناس اللي بيحتاجوا لها، ان شاء الله السؤال ده حيكون قائم في الحلقه القادمه. انا والله حقيقه شاكر يا دكتور ضفاء الله بنقى اللي طلتك على برنامج الصحه والحياه. انا قاعد معك حسيت بانه استفدت كثير جدا يعني من السرد البسيطه اللي يمكن بيخلي المشاهد البسيط اللي بيحضر في الحلقه دي يستفيد منها يعني. وهو القصد من هذا البرنامج خلال مسيرته في هذه الفتره هو رفع التوعيه والوعي الصحي حتى الناس تتدارك يعني كمية من المشاكل اللي ممكن تتعرض لها،
وتحصل من جراء هذا التعرض مضاعفات كثيرة جدا. كل الشكر لك يا دكتور دفع الله بالنقا، استشاري امراض القلب وشريان قلب مستشفى احمد قاسم. وانا بذكر كل الناس اللي اديناهم بطاقات مجانيه يجوا في استقبال القناه ببري، بيلقوا التفصيل في البطاقه في انه يقابلوا دكتور دفع الله 200 الساعه كم في مستشفى احمد قاسم التعليمي. وبشكر كل الناس والله اللي اتصلت علينا، وبنعتذر لكل الناس اللي ما ساعدهم الحظ في انه نستقبل مهاتفات وكميات من الرسائل في الواتساب. نحن نوعد الناس ان شاء الله نسرد جزء كبير جدا منها في الحلقه القادمه. الرياضه مهمه جدا، يمكن دكتور رفع الله يتفق معي، الرياضه للجميع. وانا جاتني يعني مناشده من رجال حي الصافيه واعيان حي الصافيه بانه عندهم فريق الصافيه قالوا صعد للدرجه الثانيه. يعني والله بنوجه التحيه لفريق الصافيه، ونتمنى انه نشوفه في الدوري الممتاز. وافتكر انه يعني ده ذاته يحس الناس على الرياضه، مش كده، الاهتمام بها على مستوى الاحياء في انه يرفع من الروح الرياضيه عشان الناس قلبي قلبك دي تكون قلبي قلبك، مش كده؟ رياضه منتظمه، نعم، يوميا، بعد عن التدخين، وتحس الشباب. يعني انا افتكر كونه فريق زي ده يطلع للدوري افضل من الناس تنجرف وراء تيار المخدرات وما تعرف الأدوية والأشياء التي تؤثر على صحة القلب وصحة الإنسان بشكل عام. يعني وكل عام. التحية والله لكل التيم العامل في هذا البرنامج الذي يجتهد في أن يطيل هذا البرنامج بهذا الشكل. وبرسل والله تحية خاصة للأخ مصطفى، هو غادرنا يمكن إلى دولة الإمارات، نتمنى له إقامة طيبة، ولو غير رأيه جانا حباب ألي في السودان بلده. وكل التحايا لكل الناس، ونتمنى والله يعني الصحة والعافية لكل الناس اللي بتتابعنا. ويا قريب أنا كنت قايلك تبت من تعب السفر ومن مخاوات القماري ومن شراب موية المطر، أكيد الباقي أنتوا عارفينه. ولغاية ما نلقاكم الأسبوع القادم، تقبلوا تحياتي دكتور محمد عبد الباقي الجدال، وإلى لقاء وفي أمان الله.